في النهاية الكل لديه عنوان دائم في مدينة قوس قزح، حيث تعرض صور من استديو الحياة مزينة بالرتوش. بهذه الكلمات الثاقبة استطاعت الكاتبة والروائية الأستاذة باسمة العنزي من خلال روايتها قطط إنستغرام أن تلخص واقع عالمنا الرقمي الافتراضي الذي أصبح جزء مهم في حياتنا اليومية ويمثل سلاح ذو حدين يجمع العالم كله كقرية صغيرة. يعني العنوان الأمانة شدنا وربما عرفنا نوعا ما على الموضوع اللي راح نتناوله واللي تناولته الكاتبة والروائية في هذا الإصدار، قضية السوشيال ميديا وموضوع الشارع مو بس في الكويت، يعني في كل دول العالم الموضوع شغل الكثير، وكيف أصبحت السوشيال ميديا يعني مسيطرة على حياة الكثيرين وخاصة المراهقين. راح نتكلم أكثر عن هذا الإصدار مع الكاتبة الروائية الأستاذة باسمة العنزي. حياك الله، صباح الله بالخير وحياك الله بعدنا. صباح النور، أنا سعيدة بوجودي بينكم اليوم في صباح الخير من البرامج اللي الجميع يتابعها. يعني أكيد راح نتكلم أكثر معك عن هذا الإصدار، لكن من بعد ما نشوف هذا التقرير والرواية. قطط إنستغرام. تساؤلي الأول طبعا بعد ما أسألك بس أسألك عن شو اللي تدور عنه أحداث هذه الرواية. قطط هو اسم جمع، والجمع فيه ذكور وإناث، هل هو قط أو قطة؟ جمع لقط أو قطة؟ لا، هما قطط بالمعنى المجازي، يعني بشكل عام قطط إنستغرام عن قطط المجتمع اللي احنا عايشين فيه وقطط العالم الافتراضي اللي نتابع جميعنا. الناس الذين اصبحوا يعني من القطط السمان يعني بفضل وسائل التواصل الاجتماعي. نعم، يعني السوشيال ميديا صار عالم كبير، يعني مواقع التواصل الاجتماعي مو ملحقين، انستغرام، سناب شات، تويتر، على اليوتيوب 24 ساعه، والحين بعد مع عطله الصيف وصار في وقت فراغ كبير، فالكل راح يعني يكون متواصل مع العالم كله في سهولة جدا، يعني من خلال السمارت فون احنا ممكن نتواصل مع الكل في ثواني. اذا نبي نرجع نتكلم ونركز على روايتك استاذة باسمة، وهي الرواية الاولى من نوعها انها تتكلم عن مواقع التواصل الاجتماعي، شو اللي يعني خلاك تتجهين الى هذه الزاوية تحديدا؟ وظيفة الأدب أنه ينقل وينقد واقعنا اللي احنا عايشين فيه. هذه الرواية واقعية اجتماعية تنقد الواقع، وفي نفس الوقت واقعنا صار متداخل جدا بالعالم الافتراضي، فعن طريق الأدب حاولت أنه يكون في هذا المزج بينهم، يعني ما بين واقعنا المعاش وما بين العالم الافتراضي اللي شريحة كبيرة منا عندها إدمان. نعم، عليه. من الواضح أن عبد المحسن يعني اندمج في بين صفحات الرواية وفي عناوين من الظاهر أنا شدت عبد المحسن بشكل من الإهداء ملفت. الأمانة الإهداء. نعم. اسمحي لي أقرأ. أيه، تفضل. أيه. في ممر المستشفى البارد ذلك الصباح وأنا أبكي موت أمي، احتضرتني سيدة لا أعرفها، لها ولأولئك الذين يحاولون تلطيف واقعنا أهدي هذا العمل. في داخل الكتاب بتعلقين على المقدمة. أي، بالنسبة للإهداء هو الإهداء للسيدة مجهولة. بصراحة أنا قابلتها السنة الماضية في نفس التوقيت في أحد مستشفيات الكويت عقب ما توفت والدتي، يعني واستني مرة ما أعرفها مجهولة ومشت، يعني يمكن ما أدري إذا تشوفنا الحين بالتلفزيون أو لا. فهذا العمل إهداء لأي شخص إيجابي في مجتمعنا، نفس هذه السيدة أو غيرها. أحيانا في ناس يسوون تصرفات صغيرة يمكن إحنا نشوف أنها ما لها أثر كبير، بس لها أثر على الأشخاص، يعني على بعد. نعم. طيب، أعرف في التساؤل اللي هني، في بلد صغير لا تسألني كيف تنتشر الأسرار. ما عاد في أسرار الحين مع السوشيال ميديا. الغسيل كله منشور على الحبل، يعني أسرار ومبهرة بعد شوية إشاعات. هذه لازم الإشاعات يمكن نصف المعطيات من إشاعات، يعني
والأسرار صارت منشورة والواحد يعني يمشي ويختار، يعني ما صار في خصوصية أصلا للأفراد، لأن كل شيء صار متاح للآخر بزر واحد. تدخل تشوف بسناب شات أو بإنستغرام، تدخل بيوت ناس أنت ما تعرفهم، نعم. تشاركهم أطباقهم، هواياتهم، نعم. الأغاني اللي يستمعون لها بالراديو، اهتماماتهم، كل هذه الأشياء ما صار في خصوصية. يعني شمعنا استخدمت أستاذة باسمة أسلوب الرواية، ومن هم أبطال هذه الرواية؟ الرواية كوني أديبة يعني فهذا مجالي، نعم. عالم الرواية وعالم الأدب، أبطال الرواية هم أربع شخصيات، بس الشخصية البارزة بالرواية هي صاحبة موقع وسمت موقعها موقع فات كاتس، إنسانة إيجابية تحاول أن تنقد المجتمع عن طريق بوستات تحطها في موقعها الإنستغرامي، نعم. والبطل قط، يعني هو قطها اللي يله معاها في البيت، نعم. وهو اللي تحط دائما صوره وتحط نقد على أي شيء جديد يصير، نعم. وتكون شخصيتها طبعا مخفية، هي ما تبين للآخرين. هي شخصية حقيقية واقعية موجودة بالواقع، في شخصيات تشبهها بس هي شخصيا لا. أنا أقصد صاحبة هذه الصفحة هي شخصية واقعية موجودة بحياتنا، قاعد تنتقدها بطريقتها الخاصة، لكن هي مختفية المعالم والاسم. نفس في وايد ناس يكتبون بأسماء مستعارة خوفا من الإحراج أو من نقدهم أو هذا، ويحطون أحيانا شخصيات يعني، أو يستخدمون بعض الرسومات أو الأشياء عشان يعبروا عن وجهة نظرهم. فهذه هي الشخصية، طبعا أحداث الرواية تدور حولها بالإضافة لشخصيات أخرى، وفي منتصف الرواية يتم اكتشاف شخصيتها الحقيقية يعني، ويتم مواجهتها بالناس اللي هي خلال الفترات اللي طافت كانت تنتقدهم يعني، ويصير في مواجهة بينها وبين أيضا نفسها، أن الإنسان قدرته على أنه يكون شجاع ويعبر عن رأيه بشجاعة، نعم. بصورته الحقيقية، أو أنه يختفي من وراء ستار. يعني أكيد إحنا من خلال عالم السوشيال ميديا شفنا شيء صح، يعني صفحات ومواقع كثيرة ناس متخفين بأسماء وصور كثيرة، يعني شنو الجانب اللي أنت حبيتي أستاذة باسمة توضحينه للقارئ من خلال طرحك لهذه القضية؟ هو حاولت أن أبين له واقعنا، يعني واقعنا، بس الشخصية هي صاحبة موقع فات كاتس وعندها قط اسمه سبايس. شنو الواقع اللي تبين تعكسينه؟ الواقع استخدامنا لهذا السلبي أم الإيجابي؟ هني إيجابي كان، وأيضا كان في استخدامات سلبية، لأن هذه صاحبة الموقع اللي هي إلى حد ما إيجابية ومثالية وتشوف العالم بصورة وردية، حاول أحد الأشخاص أنه يعني يجير الموقع مالها لمصالحه هو الشخصية، نعم. لقاء مبلغ من المال فأرفضت، وهني تبتدي حبكة الرواية أيضا. أنت مستوحية هذه القصة من الواقع؟ يعني مرت عليك قصة كذي مشابهة؟ لا، بس قصص الواقع مختلطة مع بعضها البعض طبعا، نعم. المذكور بالرواية لا علاقة بالواقع كناقد، ولكن الشخصيات طبعا أغلبها من الخيال، من وحي الخيال. حلو. الجموع التي تدس البطاقات الإلكترونية وتخزن كروت التعبئة وتروي عطشها بالمشروبات الغازية وتردم جوعها بالوجبات السريعة، شو اللي تبي تبدوله يعني؟ احنا صرنا خلاص يعني تحت غطاء العولمة، احنا كشعوب، اغلب الشعوب حتى مستخدمين الانترنت طبعا من ضمنهم، نستخدم ناكل نفس الوجبات، نستخدم نفس الأجهزة الذكية، نتداول احيانا نفس الموضوعات، صرنا مثل في قرية واحدة. فهذا انعكاس أيضا العولمة اللي قاعدة تصير من حوالينا، يعني نعم. استهلاكنا أيضا هذا مرتبط فيها. كل الشكر لك الكاتبة والروائية الأستاذة باسمة العنزي، وبانتظار مزيد من الإصدارات الأدبية اللي تثري الساحة الأدبية الكويتية، يعطيك ألف عافية. شكرا لكم. شكرا لك. أكيد إحنا متواصلين معاكم من خلال فقراتنا في صباح الخير يا كويت، خلكم لا تبعدون عن الشاشة لأن عندنا المزيد والمزيد في حلقة اليوم.